انت تعرفي يا بنتي انه العقيد فقد جره من قلب البيت، وهالجره كانت مليانه ليرات ذهب. ايه يا عبي، ايه ايه والله. انت طاهره يا زهريه؟ طاهره؟ الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، لانه كل عمرك طاهره. بنتي مدي ايدك على القران وحلفي يمين بانه ما لك علاقه بقصه الجره. ولي على هالقصه شو بدي اعمل؟ يا ويلك يا زهريه، شو بدي اعمل يا ربي؟ بنتي بدك تديري بالك، ها الحلفان الكذب بيخرب بيت اصحابه، والصدق احسن من نار جهنم. بس يا بنتي بس. عقيد الله يرضى عليك فوت على الاوضه. بس زعيم. عقيد قلت لك فوت، الله يرضى عليك فوت. زهرية احكي لي الحقيقه يا بنتي، بودك اني ساعدك واقف جنبك، لك انا ابوك يا زهرية ابوك، بدك تحكي لي كل شيء صار بالحرب. هاي الجرة اماني عند العقيد، يعني فقدانها بيخرب له بيته. يعني هاي الجرة مو لإله وهذا مو ماله الخاص؟ لا مو لإله يا بنتي، هاي الجرة مال الحارة، يعني صندوق معونة بنساعد فيه اهل الحارة وقت اللزوم. يا خرب بيتك يا زهرية، يا خرب بيتك. عليك الامان يا بنتي، وما حدا بيمس شعرة من راسك طول ما انا موجود. بحكي لي شو اللي صار يا أبي. أنا بسمع كثير من نسوان الحارة إنه الرجال بس يكتروا مصرياته بتجوز على مرته. إيه وأنا بالصدفة كنت عم نضيف جوا، متلقيت الجرة وفيها الذهبات، متخفت يا أبي والله خفت يكون بده يتجوز علي. إيه متحطيتها بكيس خيش وركنتها قدام الباب، والله دعيت يا أبي قلت إن شاء الله يجي شي فقير وياخدها. هي كل القصة. الله يهديك يا بنتي، الله يهديك. لك هاي عم بتعمليها يا أبي؟ بوس إيدك، بوس إيدك تساعدني، ما بدي نخرب بيتي. وكلي الله، وكلي الله. فوتي على أوضتك، روحي روحي. عرفت القصة شو هي؟ مرتك حتى الجرة بكيس خيش ولكن تبرع على الباب الزرق. شو عم تقول زعيم؟ والله لطلقها وخرب لبيتها. ده يا عقيد لا، هي ما حبيتها منك، ما حبيتها منك بنوب، بدك تطلقها طلقها. البيت اللي رباها بيرجع بيحواها. لا تواخذني زعيم، طلعت عن طوري. ماشي اهدى يا عقيد، لانه هذا مو حل. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. اسمع لك، النسوان بنصعل يا ابني، وهي البنت مفكره حالها عم تحافظ على بيتها وعلى جوزها. بيت شو يا زعيم؟ انا اللي خرب بيتي. هي امانه يا زعيم، امانه، والامانه صعبه كتير. عقيد رجال بتبين معدنا وقت المصايب، فاصبر شوي الله يرضى عليك. زهرية مو لأنها بنتي ومربية على الغالي، أنا قلبي دليلي وبعرفها منيح، ولأنها دعت بنية صافية لربها أنه توقع الجرة بإيد أفقر واحد بالحارة، فأكيد الله سبحانه وتعالى رح يستجيب لدعوتها. شو يعني؟ مين أفقر واحد عنا بالحارة؟ أفقر رجال، أفقر رجال أبو درويش زبال الحارة. بكرة بتجيبه لعندي على المضافة. وليش مو هلأ زعيم؟ بدنا نشلق الحارة على شيء. يعني الجرة صارت عند أبو درويش؟ عقيل لأمتى بدك تضل زعلان مني؟ ليكي وليه؟ لو ما كنتي بنت الزعيم لكن طلقتك أو بعدتك لبيت أهلك لبين ما تلتقى الجرة. بس لأنك بنت الزعيم رح تضلي هون، وكل واحد منا بينام بغرفة وما بتحكي معي ولا كلمة بنوب، عم تفهمي؟ بوس إيدك، بوس إيدك.
مرحبا يا اختي، انا عقيد الحارة. اهلين عقيد. شو بدي اسالك، جيرانكم بيت ابو درويش مو هون؟ والله ما تشوف ام درويش كثير، كل يومين لا تمرق لعندي مرة. انت دقيت الباب عليهم؟ دقيت عليهم وما حدا رد علي. غريبة، مع انه جماعة درويش ما بيطلعوا لقرني. ايوه مشكورة يا اختي. زعيم عم قلك رحت عنده على البيت وما في حدا، سألت كل جيرانه وقالوا ما في بالعادة يتركوا البيت. بقى أنا ظني يا زعيم أنه شاف الجرة وشاف الذهبات، قام هرب من الحارة هو ومرته وولاده. أنت استنى علي للمساء بعدين رجع لعنده، بجوز يكون طالع مشواره وعيلته. بعد اليوم عطته للرجال ولما ما بتلاقيه ساعتها لكل حادث حديث. عقيد خلينا عم نشتغل على هادي، الله يرضى عليك، هدي لي حالك. مين؟ مرحبا يا اختي، انا العقيد. اهلين اهلين اخي. ابو درويش هون؟ لا والله، ابو درويش طلب الزعيم وراح لعنده. يعني هو هلا عند الزعيم؟ هيك بالضبط. مشكورة كثير. حكي لي عم تحكي مزبوط ابو درويش؟ مزبوط يا زعيم، الله وكيلك مثل ما عم اقول لك. تفضل عقيد، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تيسر ابو درويش، لما بعتازك ببعث لك خبر. ماشي زعيم. السلام عليكم. الله معك. الله معك. شو؟ طمني زعيم. مثل ما توقعت هذاك اليوم، ابو درويش ملاقي كيس الخيش مركون قدام باب بيتك. وليش خليته يروح؟ لهلا ما بيعرف ابو درويش شو في بكيس الخيش. اخذه وحطه على الطنبور وكبه بمكب زباله مع زبالته. شو عم تحكي زعيم؟ يعني هلا الجره بمكب زباله بالغوطه؟ هذا الشيء اللي قاله. معناها خليني اروح شوفها، بركي بلحقها قبل ما حدا يلاقيها. خذ السراج معك ولا تخلي الدبان الأزرق يشتري عليك. إن شاء الله يلاقيها، نخلص من الشغل على خير وسلامة.